وللمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من استوديوهاتنا بالقاهرة الدكتور شفيق التلولي، كاتب ومحلل سياسي. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. حقيقة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان له يعني تصريح، هذا التصريح لفت انتباهي، فهو يقول إن قلبه يعتصر الألم بسبب وفاة رهينة أمريكية على يد حماس. ما الذي يعكس هذا التصريح، وهل تراه قد يكون مستفزا بعض الشيء بالنسبة للفلسطينيين؟ بالتأكيد من فك بايدن عن مثل هذه التصريحات في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية ولسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال، كما ذكر تقريركم قبل قليل. نعم، فقطاع غزة الآن في عين الإبادة الجماعية وفي عين الأرض المحروقة التي لم تبقي ولم تضر هذه الحرب خلال 80 يوما مضت، وهي تستمر في آلة البطش والقتل الذي يطال كل شيء في قطاع غزة. ليطول بايدن بإعلانه عن أسفه عن مقتل هذه الرهينة، وكثيرة هي التصريحات التي استفزت الفلسطينيين وحتى العرب لبايدن. وقبل ذلك أو قبل قليل وقبل ساعات قال أنه لم يطلب من نتنياهو وقف إطلاق العدوان. نعم. ووقف الحرب على غزة، وهذا كله يؤكد أن الإدارة الأمريكية من خلال رأسها ورأس الإدارة الأمريكية ورأس البيت الأبيض المتمثل في بايدن هو شريك وحليف في هذه الحرب، وإن كان يطل من حين إلى آخر ببعض الخطابات المزدوجة. فقلنا مرارا أن الإدارة الأمريكية تتحدث بلسانين أو بخطابين إنجاز التعبير بلسان واحد، فهي في الوقت الذي تقول أنها تريد أن توقف هذه الحرب وهذا المقتل الكبرى تعرض لها شعب غزة، إلا أنه في ذات الوقت يصر على دعم الاحتلال الإسرائيلي ويصر على دعم هذه الحكومة بالعتاد وبالمواقف وبالدعم المالي وبالدعم التسلح الكافي للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة. إذن لا يعول بالمطلق على الإدارة الأمريكية. من الواضح أن الإدارة الأمريكية التي أيضا ما زالت تفشل قرارات مجلس الأمن الدولي، ما زالت من جهة أخرى تدعم دولة الاحتلال وتحاول الظهور إلى العالم في المظهر الحسن الذي هو غير متورط في هذه الحرب. وحقيقة الأمر أن هذه الحرب التي ورط فيها أمريكا نتنياهو وخاض فيها أشرس المعارك بحق الإنسانية، هل ورط بالفعل؟ هل تظن أن نتنياهو ورط الولايات المتحدة الأمريكية، أم في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية لديها أجندة خاصة وقطعا ستستفيد من وراء كل هذا؟ هو جرها بنسبة كبيرة إلى هذه الورطة وهذا المستنقع الذي تحاول الإدارة الأمريكية التنصل منه والخروج منه. فهي كما ذكرت لك هي تحاول الآن أن تتنصل من هذا المستنقع ومستنقع العار الذي لطخ وجه حتى الإدارة الأمريكية أمام العالم وأمام شعوبها وأمام حتى مؤسسات دولتها العميقة سواء الكونغرس أو الشيوخ وغير ذلك. فهي بالتأكيد لا تريد الانزلاق أكثر من ذلك، لكن هي تبقي على تحالفها وشراكتها مع دولة الاحتلال. إنما تخشاه الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية عبر سياستها تلك هو مصالحها في المنطقة وفي العالم. هي بالتأكيد تخشى مصالحها وتحافظ البقاء على ورق التحالفات في المنطقة، فهي بالتأكيد لا تريد أن تخسر كل الفاعلين في الإقليم وفي المنطقة. وأذكر حضرتك أن أمريكا التي أصرت منذ اللحظة الأولى لخوض حرب شرسة وأكثر ضراوة ضد الفلسطينيين أعلن عنها البيت الأبيض من خلال بايدن منذ اللحظة الأولى لوقوع عملية 7 أكتوبر، إلا أنه تراجع قليلا في خطاباته وحاول تعديلها بشكل على الأقل دعينا نسميه شكلا عاطفيا. هذا كله لولا أن كان هناك مواقف عربية متقدمة مثل موقف جمهورية مصر العربية الكبرى التي رفضت هذا العدوان وصدته بكل قوة ورفضت كل سياسة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية التي ترمي إليها هذه الحرب. فمن الواضح أن هذه الحرب في جل أهدافها هي هدف سياسي أولي يتمحور ويتمثل في القضاء على العملية السياسية من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية من جهة، وبالتالي تصفية
القضية الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني من خلال تهجير سكان قطاع غزة، وهذا واضح من خلال معطيات هذه الحرب الشرسة التي أتت على كل البنى التحتية في قطاع غزة وهجرت أو جعلت سكان قطاع غزة ينزحون من بقعة إلى أخرى في إطار استمرار الضغط نحو حشر الفلسطينيين في الزاوية وفي الزاوية الجنوبية من قطاع غزة، لعل وعسى أن يخرج الفلسطينيين إلى حدود مصر وبالتالي يتنفذ هذا المشروع الذي يتشارك فيه بالتأكيد مع نتنياهو العديد من الدول الغربية. يعني تحديدا بهذه النقطة الرؤية المصرية كانت واضحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا وقاطعا في هذه النقطة تحديدا، ولكن يعني الدول الغربية تقول حينما تتحدث حاليا عن حل الدولتين، الولايات المتحدة الأمريكية وجو بايدن يتحدث عن حل الدولتين، ولكن لفت انتباهي تصريح آخر يعني نشرته مجلة فورين أفيرز، تقول بأن الرئيس الأمريكي لابد أن يتحرك بمجازفة ويتحدث بجرأة فيما يخص حل الدولتين. هنا السؤال، هل جو بايدن بالفعل يريد حل الدولتين أم يستخدم هذه الكلمة كستار؟ لا معنى لطرح حل الدولتين دون ما أن يلزم بايدن الاحتلال ويلزم إسرائيل بحكومتها اليمينية المتطرفة التي قضت على هذا المشروع وقضت حتى على العملية السياسية برمتها، ليس في 7 أكتوبر بالمناسبة. هذه الحكومة منذ عدة سنوات وهي تتنصل من كل مشاريع التسوية المطروحة للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، فهي ذات الحكومة التي طالما توغلت في مدن الضفة الغربية وطالما اجتاحتها وطالما قتلت الفلسطينيين على الطرقات وطالما استفزت المسلمين والمسيحيين حتى في القدس وطالما سعت إلى تهويد القدس وطالما جرت قطاع غزة إلى العديد من المعارك والعدوانات التي بالتأكيد هو سببها هذا المشروع الوطني الفلسطيني ومحاولة ضرب القضية الفلسطينية ومحاولة المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي بالتأكيد استفزت الفلسطينيين وجرتهم إلى العديد من المعارك والتصدي لهذا الاحتلال. لذلك الحديث عن حل الدولتين إن لم نكن مقترنا بفعل دولي يتوافق عليه المجتمع الدولي ويرعاه المجتمع الدولي وترعاه دول عدة ضمن مؤتمر دولي يحقق السلام العادل ويلزم إسرائيل بهذا الحل وبكل ما يتقدم من قبل المنظومة الدولية لدفعها باتجاه الوصول إلى عملية السلام.